يا مساء الخير، اهلا وسهلا بكم. حلقه جديده من السادسه، اهلا وسهلا بكم طبعا على شاشه النادي الاهلي. اذا طرفي مباراه الجمعه، الاهلي وراوا ريدز كما توقعنا، وكما اعتقد انه الجميع اتفق على انه المنطقي طبعا ان يتاهل السيتي للنهائي. طبعا انا عندي كلام كثير على مباراه اوراوا ريدز والاهلي ان شاء الله باذن الله، والاهلي اوراوا ريدز يوم الجمعه اللي جاي. المباراه اللي هتكون الساعه 4:30 بالمناسبه بتوقيتنا هنا في القاهره، وهتكلم ويمكن فريق اوراوا ريدز او الكره في اسيا بالنسبه لنا تتلخص في منطقه الخليج، يعني ما بنعديش تقريبا الخليج العربي، الدوري الاماراتي، الدوري القطري، الدوري السعودي، الدوري الدوريات العربيه عموما، يعني كوريا، اليابان، الصين بعيد علينا بشكل كبير. لكن الحقيقه من الظلم ان احنا نقيم اوراوا ريدز على مواجهته مع السيتي، او من الظلم الحقيقه ان احنا نقيم اي فريق وهو بيواجه السيتي اللي باقل مجهود طبعا تمكن من حسم المباراه بنتيجه 3-0. لكن هقف مع اوراوا ريدز النهارده الحلقه بشكل كبير جدا، وهنعدي كمان على نتائج دوري الابطال لانه جد في الامور امور. لكن الحقيقه عايز في البدايه تسمحوا لي كلها واقفه مع اراء او تعليقات ما بعد خساره الاهلي امام فلومينينزي. والكلام مش متعلق بالاهلي، يعني الكلام ده مش مقصود بالنادي الاهلي، لانه ما اعتقدش النادي الاهلي في يوم من الايام اتعطل او اتكسر او تراجع مستواه بسبب النقد الموضوعي او الغير موضوعي. لكن الكلام ليه علاقه بالكره، بالرياضه بشكل عام في مصر، والكره على وجه الخصوص. لانه مفترض انه نظره الاعلام الرياضي ونظره المحللين والخبراء اللي بيتفرد لهم مساحات كبيرة على صفحات الجرايد وعلى القنوات التلفزيونية وعلى الاستوديوهات التحليلية، ان هم ودي مفترض طبعا الناس عندها خبرات كبيرة وفيها اسماء طبعا وقامات عظيمة سواء في العمل الاعلامي او في المجال الرياضي، اسماء كانت نجوم وتولت مناصب مهمة، فمفترض منهم انه يبقى في مستوى معين من الاحترافية وهم بيقوموا بالدور ده، لانه دور مهم جدا وبناء جدا اذا كنا عايزين الكرة في مصر بشكل خاص والرياضة في مصر بشكل عام تتقدم. يبقى لازم نبص للإعلام الرياضي والبرامج الرياضية والمحللين الرياضيين بشكل مختلف شوية، لأنه بالتأكيد نظرتهم للأمور تختلف جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا عن نظرة المشاهد، عن نظرة الجمهور، الجمهور اللي ممكن نقبل منه فكرة المشاغبة، فكرة المكايدة، فكرة الهزار، ده شيء وارد في كل حتة في العالم، ووارد عندنا في مصر ما دام في إطار أو ليه حدود معينة من الاحترام المتبادل. أي تخطي للحدود، أي حاجة تودي لفكرة تعصب، لفكرة فتنة، إحنا ضدها بشكل تام. لكن لما يحصل ده من ناس مفترض إنها محترفة، من ناس قوام شغلها أو قوام عملها الأساسي الاحتراف، الموضوعية، ده شيء مش مقبول الحقيقة. في ناس كتير جدا مش عارف أقول إيه، مش لاقي الوصفة أو مش لاقي الكلمة المناسبة، اللي حاولت يعني تقلل من شأن النادي الأهلي بعد خسارته من فلومينينزي، وحاولت الحقيقة إنها تكسر في فريق أعتقد إنه الكل أجمع غير الأهلاوية قبل الأهلاوية. أنا شفت صفحات لروابط أندية وشفت مشاعر كويسة جدا من جماهير نادي الزمالك قبل وبعد، يعني قبل ماتش اتحاد جدة وبعد ماتش اتحاد جدة، شفت من نادي الإسماعيلي، شفت من نوادي كتير جدا، من نادي الاتحاد، كلهم الحقيقة كانوا في ظهر النادي الأهلي، وده شيء عظيم الحقيقة، وشيء مفترض إن احنا يعني نركز عليه أو نسلط عليه الضوء عشان يبقى اتجاه إنه جماهير الكرة في مصر أو جماهير الرياضة في مصر في ظهر أي اسم وأي نادي بيشجع أو بيلعب باسم مصر بره. والقصة هنا يعني فكرة إنه فريق من العواجيز كسب النادي الأهلي، الكلام ده لا يليق الحقيقة. انت في الاول والاخر بتتكلم على بطل كوبا ليبرتادوريس، بتتكلم على بطل البرازيل، واحده من اهم ان لم تكن اهم قوه عظمى في كره القدم، بتتكلم على بطل تفوق على كل ابطال قاره امريكا الجنوبيه بما فيها بقى البرازيل والارجنتين وكولومبيا وتشيلي وباراجواي واوروغواي وبيرو وغيرها وغيرها وغيرها. فانت بتتكلم على فريق محترم. كون الاهلي الحقيقه، كون الاهلي اظهره بالشكل ده، كون الاهلي كان اكتر من ند، بل انه تفوق في اوقات كتير جدا في من اوقات المباراه، وللاسف ما قدرناش نترجم لاسباب او لاخرى مش وقت الكلام عنها، ده شيء ما يقللش ابدا من مجهود النادي الاهلي. عيب انك انت تطلع تكسر في الجهاز الفني وتكسر في اللعيبه اللي كانت نجوم البطوله بشهاده حتى الاشقاء في السعوديه، ده السعوديين كانوا واقفين ورانا يا اخي، يعني السعوديين كانوا فرحانين بالاهلي.
رغم انك انت اقصيت اتحاد جده اللي هم كانوا شايفينه طبعا مؤهل للمنافسه مع السيتي على البطوله. فلما يحصل ده من مصريين، قصه التحليل والنقد على فكره ملهاش علاقه خالص بتصفيه الحسابات، وملهاش علاقه بالترند. اغلب للاسف، للاسف مش عايز اعمم، لكن مش هقول اغلب، حتى هقول جزء كبير جدا من الناس اللي بتطلع تتكلم في الشاشات واللي بيتفرد لها مساحات في البرامج والاستوديوهات التحليليه، مش طالعه تتكلم كوره، طالعه عايزه ترند، طالعه عايزه تطلع تركب ترند، او طالعه عايزه تصفي حسابات، او طالعه تشتغل بالانتماءات والالوان، لكن مش طالعه تشتغل شغلها الاصلي للاسف الشديد. وفي النهايه ده لا هيقدم ولا هياخر ولا هياثر على النادي الاهلي. النادي الاهلي عارف طريقه كويس جدا ومحدد اهدافه بشكل كبير جدا، وما اعتقدش، خلينا متفقين، ما اعتقدش ان في حد مشرف الكره المصريه ولا حاطط الكره المصريه على خريطه العالم ولا مخلي وسائل الاعلام في العالم كله بتتكلم على الكره في مصر غير النادي الاهلي. اتمنى والله بكلمكم جد من كل قلبي، اتمنى يبقى في اربع خمس فرق بيشتغلوا زي النادي الاهلي، الكره في مصر ومنتخب مصر هيروح في حته تانية خالص. بس للاسف احنا عندنا يعني مش عارف ثقافه، هل هي ثقافه انك تشوف الناجح اللي انت مش قادر تقلده او مش قادر تحقق نفس المستوى بتاعه من النجاح، فتبقى عايز تجيبه لتحت بدل ما تحاول تشتغل على نفسك وتطلع انت لفوق؟ مش فاهم، مش قادر افهم ده بصراحه. في النهايه العيب مش عليهم بس، العيب كمان الحقيقه وبلوم على الناس اللي بتدي الفرصه والناس اللي ما بتحاسبش والناس اللي ما بتحاسبش. طيب هنروح السعوديه النهارده كانت راحه. طبعا انا شفت ماتش السيتي اوراوا ريدز وتابعته طبعا لانه كنت متوقع فريق، ما شفتش اوراوا ريدز في البطوله، ما شفتش ماتش كلاب ليون، شفت الهايلايتس بتاعته لكن ما شفتش الفريق بشكل كامل، لكنه فريق محترم جدا جدا. يعني لو بتتكلم على الجيل ده، على الفريق بتاع النادي الاهلي، خد برونزيتين قبل كده، مره على حساب بالميراس ومره على حساب الهلال، الاثنين كوره والاثنين فنيات اعلى بكتير من اوراوا ريدز، لكن ده ما يخليكش ابدا تتوقع انه مباراه يوم الجمعه سهله. فريق منظم جدا، منضبط جدا، كان واقف على رجله لغايه ما يستقبل اول هدف طبعا في شباكه، وبمناسبة كان اون جول. طبعا السيتي بيلعب على القد، يعني طبعا السيتي اللي احنا شفناه امبارح مش هو السيتي اللي بيلعب في البريمير ليج، هو بيلعب باقل مجهود ممكن لانه عارف انه عنده مباراه نهائي يوم الجمعه، فيعني خلصنا باقل مجهود ممكن. لكن في النهايه ماتش الجمعه لن يكون سهل على الاطلاق، والنهارده اللي هحاول اركز عليه زي ما قلت لكم عندنا افضليه الراحه يوم زياده. يعني احنا لعبنا اول امبارح، فريق اتمرن امبارح تمرينه خفيفه استشفائيه للعيبه اللي شاركت في المباراه، وبقيه اللعيبه عملت تمرينه كامله. النهارده مستر كولر قرر ان هو يريح اللعيبه، النهارده راح من التدريبات، وبكره يبدا ان شاء الله الاستعداد لمباراه اوراوا ريدز يوم الجمعه. مره ثانيه بقول 4:30 ان شاء الله بتوقيتنا في القاهره. فاصل ونشوف حلقتنا النهارده وكل التفاصيل. كيف يفكر مارسيل كولر في مباراه اوراوا ريدز؟ بالتاكيد طبعا، وانا قلت في حلقه امبارح اللي طبعا اللي بيتابعوا السادسه اول باول، قلت انه هذا الرجل الحقيقه مع المستويات والشكل والاداء اللي ظهر بيه الاهلي تحت قيادته في كاس العالم، ومش بس في النسخه دي لا كمان في النسخه اللي فاتت، هذا الرجل الحقيقه يستحق انه يكتب اسمه في تاريخ الفائزين بميداليه في بطوله العالم للانديه. واعتقد انه الفرصه مهيئه ان شاء الله لو الاهلي ظهر بنفس الحاله اللي ظهر عليها قدام اتحاد جده ونفس الروح اللي ظهر عليها قدام فلومينينزي، اعتقد ان شاء الله قادرين نحسم الميداليه البرونزيه وتكون رابع برونزيه، وده هدف يهم جمهور النادي الاهلي جدا. مخطئ من يظن انه الجماهير يعني فقدت دوافعها او فقدت طموحها بعد عدم قدرتنا على التاهل للمباراه النهائيه. صحيح كنا بنحلم، وصحيح كنا قريبين، وصحيح كنا نقدر، كان يعني الفرق بيننا وبين النهائي تفاصيل صغيره جدا، لكن قدر الله ما شاء فعل. لكن الجماهير ثق تماما انها لن تتنازل عن ميداليه برونزيه جديده ان شاء الله في كاس العالم، ونحن باذن الله لها. مارسيل كولر اللي تعرض لحمله من الانتقادات، انا ما شفتش الحقيقه جهاز فني ناجح بيتم انتقاده زي الاجهزه الفنيه اللي تيجي النادي الاهلي. يعني اي مدير فني يجي النادي الاهلي يجيب لقب هنا ولقب هنا وبطوله هنا وبطوله هنا، ويجي يشتغل في ظروف صعبه، ويجي يشتغل في وقت ضيق، ويجي يشتغل في كم رهيب من المباريات وكم كبير من البطولات ومستوى منافسه ما بيتعرضش ليه او ما بيواجهوش اي فريق تاني في مصر، وينجح مره واثنين وثلاثه وتلاقي برده ما حدش شايف غيره. يعني ما حدش بيشوف
المديرين الفنيين للانديه الثانيه، طب نتائجهم ايه؟ انا طبعا احنا يعني لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد النادي المنافس لينا او الانديه المنافسه لينا، سواء في دوري الابطال سواء في دوري المحلي او في البطولات المحليه بيعملوا ايه، لكن يبقى شويه هنا وشويه هنا. يعني بصوا كده لبقيه الفرقه المصريه، بصوا ازاي بتلعب مرتاحه، بصوا ازاي ما بتتعرضش لضغط كبير جدا في عدد الماتشات او مستوى المنافسه، وبصوا لنتائجهم. وسمعونا نقد هنا، فلما تسمعونا نقد هنا يبقى الموضوع مقبول، يبقى الموضوع يبان كده انه منطقي على الاقل، يمكن ما يبقاش موضوع اكيد لكنه على الاقل يبقى فيه شيء من المنطقيه. خد بالك الجماهير النهارده بقت بتميز القنوات بالالوان، بقت بتميز البرامج بالالوان، بقت بتميز المحللين بالالوان، يعني معروف التوجه ايه، فبالتالي فكره انك يبقى ليك مصداقيه كمحلل او كمقدم برامج انتهت، اتعدمت، انتفت، فبالتالي دورك فقد للصلاحيه على كل الاحوال. طيب امبارح مستر كولر بعت كارلوس بيرينجر وكابتن سامي قمصان وياسين ميكاري حضروا مباراه السيتي واوراوا ريدز في ملعب المباراه عشان يقدموا تقرير مفصل عن الفريق اللي هيلعبه الاهلي ان شاء الله يوم الجمعه. فريق يمتلك سرعه ومنظم جدا، يعني لو انت مثلا لو بتقارن حقيقه لو بتقارن مثلا اوراوا ريدز، خد بالك اوراوا ريدز بيشارك في البطوله دي كبطل ابطال اسيا، كبطل دوري ابطال اسيا، اتحاد جده بكل نجومه بسلطاته بابا غنوجه بيشارك بلد مضيف، يعني هو البلد المستضيف للبطوله. ففي النهايه انت بتقابل فريق كبير لا يقل باي حال من الاحوال على الانديه السعوديه اللي سرقت الاضواء، يعني هي سرقت الاضواء حقيقي، هو ده المصطلح اللي ممكن يتقال على الدوري السعودي، الهلال، النصر، الاهلي، اهلي جده، اتحاد جده، سرقوا الاضواء من الكره الاسيويه بشكل كبير جدا بفضل الصفقات طبعا والنجوم الكبيره، طبعا نجوم كبيره جدا بتلعب النهارده في الدوري السعودي. لكن لما تيجي تتكلم كوره لا، القصه مش اسماء ومش نجوميه على الاطلاق، انت هتلاعب بطل دوري ابطال اسيا. صحيح ما نعرفش حاجه عن الكوره في اليابان، خد بالك اليابان دي يمكن كنت بتكلم مع كابتن فتحي نصير امبارح، اليابان دي الكره اتطورت فيها، الناس دي حاطه خطه في 2050، كنت سمعت دوكيومنتري كده او يعني وثائقي بيتكلم على انه اليابانيين حاطين خطه من 20 سنه فاتت انه في 2050 منتخبه بيبقى بينافس على كاس العالم. فالقصه عند الناس دي علم ودراسه وبرامج وبيتحركوا بمنهج معين. اليابان اللي ظهرت في كاس العالم الاخير طبعا مش منتخب، ما اقدرش اقول لك ان هو منتخب عظيم ومنتخب كبير قوي، لكن في النهايه لما تقارن اليابان النهارده باليابان من 20 سنه فاتت هتجد طفره. لما تقارن مصر النهارده بمصر من 20 سنه فاتت هتلاقي كيرف باستثناء الاهلي، يعني مش شايف حاجه منوره يعني بصراحه، يعني مش شايف حاجه منوره. اللهم هنا ممكن بطوله، هنا ممكن منتخب، لكن نظام وفكر ورؤيه مستدامه، ناس بتخطط للكره المصريه مش كاس العالم 2026، كاس العالم 2034. لا يعني انا لو سالت حد في المسؤولين في اتحاد الكره النهارده هو احنا ايه خطتنا بالنسبه لكاس العالم 2034؟ في خطه موجوده، في سيناريو محطوط، في برامج احتكاك معموله، في تخطيط لمسابقات محليه دوري وكاس ترفع من المستوى شويه. كابتن فتحي بيقول لي امبارح الدوري في مصر جايب الاهلي تحت، يعني الاهلي بقول له، يعني كنت بقول له هو ايه النقله دي؟ يعني كتير من الاهلاويه كانوا خايفين وهم رايحين يلعبوا بطوله العالم واتحاد جده على ارضه وفي وسط جماهيره، بنزيما ورومارينيو وكورنادو وفابينيو وكانتي، عالم تاني خالص. فالاهلي يعمل شو عالمي من تعادل مع سموحه والجونه ونتائج مش يعني مش مرضيه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، فيحصل النقله دي؟ قال لي مستوى المنافسه بيجدد الدوافع عند اللعيب، احنا هنا ما بنلعبش كوره. على كل الاحوال خليني اقول لكم المستجدات فيه، وفي حصل كتير طبعا، احنا مركزين في كاس العالم وناسين طبعا بطولات افريقيا. تعالوا نشوف اخبار نتائج بطوله دوري الابطال ايه، وخصوصا طبعا اللي يهمنا بشكل كبير جدا مجموعه النادي الاهلي، لانه حصل فيها او جد في الامور امور والمنافسه اصبحت مشتعله. المباراه اللي جايه بالنسبه لنا ان شاء الله بعد ما نخلص كاس النخبه، بطوله كاس السوبر او البطوله المستحدثه يعني او السوبر المصري بشكله الجديد، هنروح ل
مواجهه شباب بلوزداد، والدنيا قربت بشكل كبير جدا بعد غياب الاهلي عن الجوله دي نتيجه مشاركته في كاس العالم. تعالوا نستعرض مع حضراتكم نتائج بطوله دوري ابطال افريقيا ونشوف موقف مجموعه الاهلي. هبدا الاخبار في الاهلي نيوز روم الحقيقه ب تشامبيونز ليج الافريقي اللي يبدو السنه دي انه يحمل الكثير والكثير من المفاجات، سواء فيما يتعلق بمجموعتنا او حتى المجموعات الثانيه. واكفي ان انا اقول لك الحقيقه انه فريق الوداد المغربي اللي واصل نهائي النسختين الاخيرتين واللي كان بطل في واحده منهم اصبحت حساباته معقده بشكل كبير في البطوله. بدايه طبعا تيبي مازيمبي ونواديبو، دي مجموعه بيراميدز الفريق المصري الثاني اللي بيشارك في دوري الابطال، الفريق اللي بيتقال عليه اقوى سكواد في مصر واكبر ميزانيات واكبر اسماء واكبر نجوم والى اخره. تيبي مازيمبي كسب نواديبو 2-0، ورغم الخساره دي يبقى نواديبو في المركز الثالث وبيراميدز في المركز الرابع. سيمبا بيعمق من جراح الوداد وبيكسبه 2-0 وبيعقد حساباته. الوداد اصبح بنسبه كبيره جدا خارج بطوله افريقيا او صعب جدا احتماليه وصوله الادوار الاقصائيه. بيراميدز بيخسر في القاهره، بيراميدز اللي اتقال انه حل عقده الاهلي ولما تعادل مع سان داونز في طبعا جنوب افريقيا، جه وخسر هنا على ملعبه 1-0 واصبح بيتزيل المجموعه. طبعا مش هنسمع كلام عن مؤامرات ولا مش عارف ايه ولا تهديدات، لكن ما علينا. اسك ميموزا الحقيقه بيفوز على جوانينج جالاكسي بنتيجه 3-0، بيترو اتلتيكو بيتعادل 0-0 مع الترجي التونسي، والهلال بيتعادل 1-1 مع النجم الساحلي، والمجموعه دي برضو تقدر تقول عليها انها اصبحت حساباتها معقده. ترتيب مجموعتنا رغم ان الاهلي طبعا ليه جوله او ليه مباراه مؤجله مع شباب بلوزداد، يانج افريكانز بالفوز اللي حققه وبيخش مركز نفس الرصيد من النقاط. طبعا مازيمبي بيصدر مجموعته بيليه سان داونز، الاثنين عندهم 7 نقاط، ثم نواديبو وبيراميدز في المركز الثالث والمركز الرابع على التوالي. المجموعه الثانيه اسك ميموزا في الصداره 10 نقاط، سيمبا بيقفز المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم جوانين جالاكسي 4 نقاط مركز ثالث، والوداد الرياضي في المركز الاخير والرصيد 3 نقاط من 4 مباريات. المجموعه الثالثه بيترو اتلتيكو في الصداره برصيد 8 نقاط، الترجي التونسي في المركز الثاني 5 نقاط، ثم النجم الساحلي والهلال وكلا منهم او منهما 4 نقاط ثالث ورابع. اما مجموعتنا احنا فالاهلي ما زال في الصداره رغم انه لاعب طبعا مباراه اقل برصيد 5 نقاط، يانج افريكانز بعد المكسب بيقفز لمشاركه الاهلي في المركز الثاني برصيد ايضا 5 نقاط، ميدياما بيتراجع المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ثم شباب بلوزداد في المركز الرابع والاخير برصيد 4 نقاط، وكل الحسابات في المجموعه وارده. نتكلم اكثر بالتفاصيل عن اوراوا ريدز ونشوف مباراه الثالث والرابع ان شاء الله يوم الجمعه في حلقتنا مع بلال محسن واحمد مصطفى ضيوفي، لكن بعد الفاصل. اولا كده يعني اكبر المستفيدين بحاله التالق والتوهج اللي ظهر عليها تيم النادي الاهلي في بطوله كاس العالم، وسيبك من النتائج انا بتكلم على الحاله، ما تقدرش سواء في المباراه اللي كسبناها او المباراه اللي خسرناها ما تقولش انه الاهلي ظهر بشكل كويس جدا امام 2 من اكبر فرق العالم، سواء اتحاد جده بكتيبه النجوم الكبيره الحقيقه والخبرات الكبيره جدا والامكانيات العظيمه اللي بيضمها الفريق، او فلومينينز البرازيلي بطل الكوبا ليبرتادورس وبطل البرازيل. شكل ومستوى نجوم النادي الاهلي يخلي الاستفاده الاكبر في المقام الاول والاخير لروي فيتوريا. روي فيتوريا بعتقد انه اكتر واحد هيستفيد من حاله التالق دي، ومن بعده منتخب مصر طبعا في بطوله الامم الافريقيه اللي احنا بتفصلنا عنها ايام. نمره 2، تخيل عزيزي الاهلاوي وعزيزي الغير اهلاوي ايا كان انتمائك ايه، الحلقه دي احنا الاسبوع اللي فات كان معايا هنا نفس الضيوف نفس الاسماء اللي بتشرفني في السادسه، وكنا بنتمنى انه حلقه الاسبوع اللي جاي حلقه الاسبوع ده نبقى بنتكلم فيها عن مباراه نهائي كاس العالم للانديه. ده طموح جماهير نادي الاهلي كلها، وده طبيعي جدا بالنسبه لنا. شوف رايحين نلعب على ميداليه برونزيه في كاس العالم للانديه مع ابطال القارات واحنا مش مبسوطين قوي. ليه؟ لانه مشوارنا وتاريخنا بيقول كده، فريق بيلعب في كاس العالم 9 مرات، فريق حقق البرونزيه مش مره ولا 2 ولا 3،
ان شاء الله باذن الله هيكون 4 فريق كسب كل ابطال قارات العالم. يعني فطبيعي جدا طموحنا يبقى رايح دايما لبعيد. احنا الاهلاويه كده، ده يزعل غيرنا في ايه؟ انا مش فاهم صراحه. يعني في ناس تقول لك امال لو كنتوا كسبتوا كاس العالم هو حد ينكر مثلا ان فوز الاهلي على اتحاد جده فرح كل المصريين؟ مين اسال نفسك في ال 20 سنه الاخيره لو انت بتتكلم كوره يعني او بتفهم كوره في ال 20 سنه الاخرانيين مين مفرح مصر غير النادي الاهلي؟ او خليني اقول في ال 15 سنه الاخرانيين، لانه منتخب الحقيقه في الألفية أو في العشر سنين الأوائل والأهلي طبعا كانوا مكسرين الدنيا، لكن في آخر 15 سنة كورة مين مفرح مصر والمصريين ومين مشرف الكورة المصرية غير النادي الأهلي؟ على كل الأحوال أنا ما عنديش شك إنه مستر مارسيل كولر مش هيبذل مجهود كبير جدا في إنه يجدد الدوافع قبل مباراة أوراوا ريدز اللي هنحاول النهاردة نقرب لحضراتكم صورته وتفاصيله أكتر. كرة في اليابان ممكن تكون غريبة شوية علينا، ما بنشوفهاش غير في الكرتونز أو في الأنمي. كابتن ماجد طبعا والكره اللي جهدنا، وقبل كده طبعا بي اس زمان خالص كانت اول فيرجنز، الناس اللي كانت بتلعب من زمان عارفه انه كان التعليق الصوتي عليها دايما بالياباني، فهي دي كل علاقتنا بالكره اليابانيه. لكن ده ما ينكرش انك هتقابل بطل دوري ابطال اسيا، وبالتاكيد مباراه مش هتكون سهله على الاطلاق. ارحب بضيوفي في البدايه بلال محسن واحمد مصطفى اللي بيشرفوني النهارده في السادسه. بلال مساء الخير. مساء النور احمد، اهلا بيك. انا حاسسكم جايين النهارده داون شويه. يعني زي ما انت قلت في البدايه طبعا اهلا بيكم واهلا بكل الساده المشاهدين. زي ما انت قلت في البدايه يعني في المقدمه ان النادي الاهلي دايما طموح يعني المشاركه او اللعب على الفاينل والبطوله هو الطموح الدائم عند النادي الاهلي. ويمكن انت وانت بتتكلم كده انا سرحت في فيديو كان لناشئ صغير في النادي الاهلي من سنتين ثلاثه لما كان بيبكي وهو خسران الفاينل وبيقول احنا في النادي الاهلي عندنا اي مركز غير المركز الاول يعني بنعتبر خساره ومش بنفرح بيه وكده. فهو النادي الاهلي كده من الاطفال والناشئين حتى المشجعين ما بيقبلوش غير بالمركز الاول، ولكن احنا حاولنا وكنا الافضل، ولكن يعني غاب التوفيق عننا. نتمنى ان شاء الله بقى في النسخه الجديده نبقى في نتائج افضل ان شاء الله. خد بالك انا لسه عندي كلام، انا قلت امبارح سريعا كده انه نسخه كاس العالم دي صحيح هتتغير وهتقلب لنسخه شبيهه من ناحيه التنظيم يعني ببطوله كاس العالم بتاعه المنتخبات، لكن ده مش معناه انه الشكل ده او ابطال القارات مش هيبقى ليهم بطوله، لا هيبقى ليهم بطوله بس هتبقى بمسمى تاني وبنظام تاني اسمها بطوله الانتركونتيننتال، وهتكلم عليها بالتفاصيل. وطموحنا فيها اعتقد هيظل قائم، وان شاء الله باذن الله هيجي يوم من الايام وان شاء الله باذن الله الاهلي هيبقى حامل لقب البطوله دي، ومش غريب على الاهلي انه يزود لقب جديد في دولاب بطولاته. ارحب بابو حميد عشان ما اديتوش حقه في البدايه. مساء الخير يا احمد. مساء النور يا احمد، ومساء النور على كل مشاهدي قناه الاهلي طبعا. وان شاء الله يوم الجمعه نحتفل بعد المباراه يعني بالبرونزيه. النادي الاهلي على سقف الطموح يعني لكل جماهير النادي الاهلي. النادي الاهلي عودنا منذ الصغر طبعا ان احنا ما فيش حاجه غير المكسب. فزعلنا ان احنا ما وصلناش نهائي كاس العالم للانديه، ده من مجرد بس ان احنا فكره ان احنا مش متقبلين ان احنا نخسر. ايوه خصوصا في مباراه كنت انت يعني طبق قوسين او ادنى. انا بستغرب من حاجه غريبه جدا يا احمد، ان الناس بتقلل من المجهود المبذول من النادي الاهلي والمباريات الكبيره. أنا ما عنديش مانع انها تقلل، لكن عندي مانع انها تهاجم. يعني في كم هجوم كبير جدا على مارسيل كولر على مباراه فلومينينزي بشكل مش منطقي ومش طبيعي. يعني باماره ايه؟ يعني باماره ايه؟ يعني انا حاسس انه الفرق المصريه طول النهار معديه ودايسه على فرق الارجنتين وفرق البرازيل كده عادي. طبيعي. بص يا احمد، طبيعي لما تلاقي في البرامج بيشيدوا بتكيس جونياس مع احترامنا الكامل ليه لمجرد ان هو بيستحوذ امام فرق الدوري او امام فرق بتنافس على الهبوط والصراع على الهبوط، لما تلاقيهم بيشيدوا بيه وبيطلعوه السما وبيتكلموا ان ده المدرب الافضل، فطبيعي مش هيقتنع بمارسيل كولر اللي بالمناسبه لاعب النادي الاهلي في مباراه فلومينينزي تحديدا. يعني اتحاد جده طبعا 10 على 10، ولكن فلومينينزي انا بتكلم عن فريق بطل قاره امريكا الجنوبيه اللي هي ثاني اكبر قاره في كره القدم بعد قاره اوروبا. فلومينينزي توج على حساب بوكا جونيورز في مباراه ملحميه شفناها كلنا على استاد الماراكانا، وبطوله كبيره جدا، فانت ما كنتش بتلعب منافس صغير او قليل. هو السيمي فاينل في البطوله دي بالمناسبه كان برازيل ارجنتين، يعني فاكر كان انترناسيونالي وبالميراس وبوكا جونيورز وفلومينينزي. فبطوله كبيره جدا، الاربع انديه طبعا. فلومينينزي اول مره بيحقق اللقب، لكن بتتكلم على حساب ثلاثه من ابطال بالميراس نفسه احنا قابلناه قبل كده مرتين في كاس عالم انديه. والمدرب بتاعهم مدرب منتخب البرازيل مؤقت يعني. فاحنا بنتكلم في فريق قوي وفريق بيقدم كره ممتعه. وبشوف ان النادي الاهلي
يعني قدم مباراه كبيره جدا في مباراه فلومينينزي، وكمان كره كهربا لو كانت دخلت هدف هل الكلام كان هيبقى نفس الكلام اللي بيتقال بعد المباراه؟ هي ده فكره النقد، النقد دايما مش بموضوعيه. انت بتحكم بناء عن ايه؟ يعني انت بتحكم او بتنتقد النادي الاهلي بناء عن اداء ولا بناء عن مكسب؟ طبعا انت لازم تزعل طبيعي ان انت تبقاش وصلت لنهائي كاس العالم، لكن في الكوره عامه في مكسب وفي خساره، وبتلعب قدام منافس قوي، منافس زي ما بلال اتكلم ان هو بطل. انا عايز اسمع رايك في الجزئيه دي، وهرجع برضو اسمع راي بلال. بعيدا عن النتائج، يعني بعيدا عن انك انت كسبت سكور هيفي سكور على اتحاد جده، وبعيدا عن انك انت خسرت من فلومينينزي 2-0، انا عايز اتكلم على 180 دقيقه اداء وشخصيه في الملعب. تقييمك للاهلي ايه في البطوله دي؟ بص يا احمد، انا تقييمي للاهلي في البطوله دي بالاخص، يعني تقييمي اهديله يعني جيد جدا جدا جدا، لان بشوف ان كولر ادار المباراتين بذكاء شديد جدا. بدايه مباراه اتحاد جده اللي فاجئ الجميع، فاجئ الجميع باحمد نبيل كوكا من بدايه المباراه، والجراه اللي لازم يعني نرفع له القبعه ان هو يفاجئ الاتحاد جده في مباراه مهمه جدا وقويه بلاعب طبعا واعد ولاعب مقدم. مش فاجئ اتحاد جده، ده فاجئ ان احنا شخصيا يعني هو حتى في تصريحاته قال لك انا بقالي 3 ايام يعني بقترح على فكره ان احمد نبيل كوكا، لكن انت ممكن يجي في دماغك لاعب ان انت تلعبه. هو بيثق في كل اللعيبه، ودي حاجه مميزه جدا عنه. أيوه. لكن انت تدي له الجراه وتجازف بيه في مباراه زي دي، وعندك لعيبه كبار موجوده معاك زي ديانج وزي عمرو السوليه وزي قفشه، ده ذكاء كبير جدا، لان هو بيعتمد على قرايه المنافس كويس جدا. وانا لما اتفرجت على التشكيل بتاع النادي الاهلي قلت ان كوكا اختيار مثالي، ده يبين ان كولر بيذاكر المنافس كويس. وده نجح، النادي الاهلي قدم 90 دقيقه قدام اتحاد جده نموذجيه، وقدم او كسب بنتيجه كبيره امام فريق قوي مليء بالنجوم الكبيره. وفي نفس الوقت برضو الناس خرجت قالت ان النادي الاهلي لاعب فريق، برضو فكره النادي الاهلي بيكسب يبقى فريق عواجيز، النادي الاهلي لما بيحصل اي ضرب يبقى الفريق ده طبيعي جدا وفريق جامد. من ضمن الارقام اللي مرتبطه يعني انا طبعا مش محتاج ادلل او مش محتاج اقدم اثباتات على انه فلومينينزي فريق كبير، يكفي انه بس حامل لقب كوبا ليبرتادورس، مش محتاجين نقول حاجه ثانيه. انت عارف يعني ايه بطوله دوري ابطال امريكا الجنوبيه؟ عارف حجم الفرق والميزانيات. فلومينينزي في الـ في الـ في الـ في الخمس سنين اللي فاتت محقق ارباح 112 مليون يورو في الخمس سنين من ورا بيع اللاعبين. وطبعا لما فريق يتغلب على بوكا جونيورز، طبعا واحد من عمالقه قاره امريكا الجنوبيه في البطوله النهائيه، تعرف مش بالسن على فكره. اه صحيح معدل اعمارهم سن، واحنا كنا بنراهن على ده، بس ما تنساش انك انت خط قبل مواجهته. يعني انا بشوف مثلا انه لو الاهلي زي بطل امريكا الجنوبيه كده هيروح يسافر على مباراه سيمي فاينل، كان ممكن جدا النتيجه تكون غير، لكن انت قبلها ب 72 ساعه والفريق ده قاعد في الاوتيل بيعمل مساج ومراكلس وبيحضر على مهله 10 ايام راحه. انت كنت لاعب معركه بمعنى الكلمه قدام اتحاد جده قبلها ب 72 ساعه، وده بالتاكيد اثر كمان. يعني خلينا نقول يا احمد ضيق او يعني وزن الكفتين. يعني احنا هو النادي الاهلي كان على المستوى، معلش بلال تستعرض معنا السي جي ده باغلى لاعبين في تاريخ فلومينينسي. اغلى لاعبين في تاريخ فلومينينسي طبعا جيرسون انتقل لنادي روما مقابل 18.5 مليون يورو، ريتشارلسون اللي انتقل لواتفورد مقابل 12.4 مليون يورو، ده مهاجم البرازيلي الاول دلوقتي، ريتشارلسون المهاجم توتنهام الحالي، جواو بيدرو اللي انتقل لواتفورد مقابل 11.5 مليون يورو، بعد كده بيدرو انتقل الى فيرونتينا مقابل 11 مليون يورو، بعد كده عندنا كايكي اللي انتقل لمانشستر سيتي مقابل 10 مليون يورو، وتياجو سيلفا اللي انتقل لميلان مقابل 10 مليون يورو. كابتن منتخب البرازيل طبعا وفي اس جي وحاليا في تشيلسي. بالظبط، يعني قائمه اسماء كبيره جدا. يعني لما نيجي نشوف كمان الانديه، دول الانديه الاكثر ربحيه في البرازيل، الاكثر تحقيقا للارباح طبعا، جريميو البرازيلي وكورنسيانس و اتلتيكو بارانينسي و ساو باولو، يعني بالظبط ساو باولو سانتوس وفلومينينسي. سانتوس اللي بالمناسبه هبط للدرجه الادنى، ودي مفاجاه كبيره جدا في الدوري البرازيلي. سانتوس احد العمالقه في الدوري، ولكن السيزون ده كان بيمر بفتره صعبه وهبط للدرجه الادنى.
مش عارف انت عارف ولا لا. نزل دوري درجه ثانيه عنده يعني ما اعرفش اسمه ايه، بطوله دوري درجه ثانيه عنده، لكن هي الدرجه الثانيه ساب الدوري يعني الممتاز. هو فريق نيمار طبعا الاساسي، واعتقد سانتوس كان فريق بيلي، وكان فريق بيلي وروبينو خرج نجوم كثيره جدا، ولكن المنافسه في الدوري البرازيلي عامه كل سيزون ده هتلاقي بطل جديد للدوري. ممكن اقصى حاجه الفرق هناك ياخد الدوري موسمين متتاليين وبعد كده تلاقي بطل جديد للدوري. فانا زي ما بقول لك احمد، مفيش حاله الثبات على شخصيه البطل دي غير في اوروبا وفي افريقيا. يعني في اسيا ممكن سنه تسمع عن نادي بياخد البطوله لاول مره، من اليابان، مره من كوريا، مره من السعوديه، مره من ايران مثلا يعني. امريكا الجنوبيه نفس القصه برضه، لما ينزل اول مره في تاريخه يوصل للنهائي وياخد بطوله. لكن في اوروبا وفي افريقيا الريال والاهلي تقريبا يعني ده احنا هنجيله كمان في مباراه الاهلي واوراوا. اللي انا بشوف ان الدوافع عند اوراوا هتبقى اكبر من الدوافع عند النادي الاهلي، باعتبار ان النادي الاهلي زي ما انت اتكلمت في البدايه حصل على ثلاث ميداليات برونزيه قبل كده، ولكن اوراوا زي ما انت اتكلمت يا احمد ان بطل اسيا بيتغير كل سنه تقريبا. يعني اوراوا ممكن علشان نشوفه بطل مره ثانيه مش اقل من 10 سنين ممكن ما تحصلش، وممكن ما تلاقيهوش ثاني. بالظبط. فعلشان كده الدوافع انا اعتقد ان هي هتكون عند البطل اليابان مختلفه تماما. نرجع لمشوار النادي الاهلي في البطوله، لا النادي الاهلي قدم عرض يعني فاجئ الجميع امام ابرزهم طبعا اتحاد جده والقائمين على الكره السعوديه بعد الطفره الكبيره اللي حصلت والرهانات اللي كانت قبل المباراه زي ما استعرضنا الحلقه اللي فاتت. والنادي الاهلي قدم درس كروي يعني مكتمل على ارض الملعب، قدر يفوز بنتيجه واداء، ودي المعادله اللي كنا دايما بنشيد بيها بمارسيل كولر ان هو قادر يعمل. هو في كل ماتشات كولر او كل ماتشات الاهلي، يعني انا كنت بقول القصه دي امبارح، مش احنا الراجل ده ما جابش حاجه في كاس العالم يعني الثلاث ميداليات، اثنين موسيماني وواحد جوزيه، الراجل ده شارك نسختين كاس عالم. انا بقول انه افضل شكل ظهر بيه الاهلي في مشواره في كاس العالم كله على الاطلاق كان مع مارسيل كولر. مظبوط، ده بدون ادنى شك. اتغلب كسب بالظبط، ست ماتشات كسب ثلاثه وخسر ثلاثه. احمد انت عملت على ريال مدريد بطل اوروبا السيزون اللي فات خمس فرص محققه او سبع فرص محققه، دي في انديه في الدوري الاسباني ما بتقدرش تعملها. يعني النادي الاهلي امام ريال مدريد المباراه كاس العالم للانديه السيزون الماضي اعدل سبع فرص محققه، ده رقم كبير جدا. وانا بقول لك ان الاداء والشكل اللي ظهر عليه النادي الاهلي النسخه اللي فاتت والنسخه دي ما كانش يتحقق بمدير فني اخر غير مارسيل كولر. انا في رايي يعني مارسيل كولر، انت شفت النادي الاهلي بيلعب بالشكل الاوروبي اللي كان بيلعب بيه لما تلاقي محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم داخل السكس يارد وبيبداوا بيحضروا مع محمد الشناوي في اخر اللقاء لما كانت النتيجه 1-0 والنادي الاهلي محتاج يعوضه الدقيقه 80، بيضغط بسبع لعيبه على فريق فلومينينزي، حتى الكره اصطدمت في ظهر طاهر محمد، طاهر كانت هتبقى هدف التعادل. لا فالشكل ده والثقافه ان انت توصل للعيبه ان هي تقدر تعمل كده في المناطق الخلفيه، تعمل البيلد اب بالشكل ده امام فريق كبير زي ده وتطلع بالكوره زي ما شفنا حسين الشحات ودى بيرسي تاو والكهرباء كان في اكتر من كوره لا النادي الاهلي لعب في البطوله دي، وده اهم المكاسب على الاطلاق بالنسبه لي. النادي الاهلي بشخصيه الفرق الاوروبيه وبشخصيه الكبار في بطوله هي المشاركين فيها كلهم ابطال، يعني انت مش بتلعب مع فريق لا، حتى اوكلاند اللي ممكن تبقى بطولته ضعيفه خرج من الادوار الاولى، اتحاد جده صاحب الارض خرج، ولكن باقي الفرق اللي موجوده في البطوله الاربعه والسنه اللي فاتت الوداد خرج وهو صاحب الارض وبطل افريقي بالظبط، يعني اتغلب من الهلال وطلع بدري بالظبط. واحنا دايما كنا بنزعل شويه ممكن من النادي الاهلي او بنعتب عليه شويه لما ما بيقدموش المردود اللي احنا مستنيينه، ولكن لما تعمل اللي عليك ويصادفك سوء توفيق فانت ساعتها ما تقدرش تلوم على حد. يعني عندنا معرفش تسميها ايه، يعني هل هي مثلا فكره جلد الذات يعني، وده مش مرتبط بالاهلي في كاس العالم ده عموما، يعني حتى على منتخب مصر وحتى في الالعاب الثانيه مش بس كره القدم، لما بتقابل حد كبير قوي فتبقى يعني عامل نتيجه كويسه يقول لك اصل الفريق الثاني ما كانش في حالته، يعني فاهم اصل يعني مش انت اللي كنت كويس، تقليل. ايوه بالظبط، يعني انت دايما مش مصدقين او دايما مش عايزين ترسخ فكره انه لا يا جماعه انا كنت افضل، وفلومينينزي فريق مش ضعيف، ده الاهلي هو اللي اجبره على ان هو يظهر بالشكل ده. سيبك من نتيجه المباراه، انا بتكلم على تقييمك لشكل الاداء. لا وكمان المره دي كان في حاجه جديده، في لو الاهلي لعب كذا وما لعبش كذا لا النادي ده اللي هيفوز على النادي الاهلي. صحيح، يعني انا وانا بتكلم دلوقتي ده المثل ده لسه جاي في بالي حالا، هل تنكر مثلا انه ريال مدريد، والله مش قصدي حاجه بس هو بجد ريال مدريد لما حقق اخر لقب ليه لدوري الابطال ما كانش افضل فريق في البطوله؟ ما كانش افضل فريق في البطوله، وكان في فرقه ثانيه بتلعب كره احسن منه. مزبوط. وفي كل الادوار تقريبا كان معرض للخروج.
هل السيتي قدام تشيلسي ما تقدرش تنكر انه السيتي سيطر وهيمن واستحوذ وخلق فرص كتيره جدا، ورغم كده تشيلسي قادر يخلص، ففي حته التوفيق وعدم التوفيق برضه بتخش في الاعتبارات، لكن ده ملوش علاقه بفكره تقييمك للمستوى للاداء. تقييم الحقيقي اكيد اكيد طبعا. يعني كلامك صح يا احمد. عايز اقول حاجه، لو نرجع لدايما التصريحات او الكلام قبل المباراه، يعني لو رجعنا لمباراه الدحيل القطري في كاس العالم للانديه كان برضو الكلام بيتقال بنفس ان الدحيل القطري فريق قوي جدا، واول ما كسبنا الدحيل القطري ساعتها 2-1 الكلام اتغير تماما. ده فريق اي فرقه عندنا في الدوري تكسب الدحيل القطري. فالكلام دايما بيتقال ان تقلل من قيمه والانجاز او قيمه النادي الاهلي، وده الحاجه اللي انا دايما بتكلم ان دايما لازم النقد او التقييم يبقى موضوعي. بص لما يحصل ده من جمهور انا يعني اتقبل ده وافهمه. اتقبل ده وافهمه جدا، خصوصا انه ممكن يبقى نادي بينافسك او نادي حاسس انه مش قادر يوصل للي انت حققته بالزبط. فممكن افهم ده من جمهور، لكن لما يبقى الكلام ده على لسان استوديوهات تحليليه وبرامج تلفزيونيه ومجلات وصحف فيها اقسام اعلام رياضي ولاعيبه كوره ومدربين، ده اللي الحقيقه بيبقى بالنسبه لي. انا هسالك سؤال بما انك انت دخلت في، هل انت عندك شك ان في ناس مستكتره عليك كنادي اهلي ان انت اللي كل سيزون بتروح المحفل العالمي ده؟ اكيد ولا مش اكيد؟ اكيد طبعا. اكيد ناس كتير جدا انتمائهم في الاخر بيغلب على كلامهم ويطلع بيظهر من خلال تصريحاتهم مستكترين على النادي الاهلي، وفي ناس قالت كده، ليه النادي الاهلي اللي كل سيزون بيروح، حتى لما قال لك لما النادي الاهلي خسر البطوله ضمن ان هو يشارك في النسخه، فهم بيربطوها بقى بالحظ والتوفيق، ولكن انت كنادي اهلي لا، انا شايف ان النادي الاهلي النهارده بعد تصريحات كريم بنزيما وكانتي وفابينيو زي ما استعرضنا، بيب جوارديولا بيتكلم قبل المباراه الماضيه وبعد المباراه عن النادي الاهلي وعظمه النادي الاهلي واداء النادي الاهلي، فخلاص النادي الاهلي في حته العالميه راح في حته ثانيه ومش باصص ومش شايف اي حاجه بتتقال، مع احترامنا لكل الاراء، ولكن انا في طريقي مكمل رايح كاس عالم، رايح انتر كونتيننتال ان شاء الله بعد التتويج ببطوله افريقيا، فما فيش حاجه هتبعد النادي الاهلي عن المسار الجديد اللي اضافه النادي الاهلي باسمه وكاريره لمصاف الانديه العالميه. صحيح، بطوله الانتر كونتيننتال اللي ما تابعناش امبارح، وخلينا نستعرض يمكن يكون عند مصطفى وبلال جديد، هتبقى بطوله لابطال القارات تحت مسمى كاس الانتر كونتيننتال. كاس العالم هيبقى بنظام جديد، 32 فريق بيشاركوا من مختلف القارات، الاهلي طبعا مشارك في النسخه بنظامها الجديد، لكن ابطال القارات هيتعمل لهم بطوله جديده اسمها انتر كونتيننتال، مش هتبقى بطوله مجمعه، يعني مش هتبقى البطوله دي بطوله مجمعه تتلعب في خلال 10 ايام، بيبقى في دوله مستضيفه للفرق اللي بتشارك في البطوله، ومن بدايتها لنهايتها هي كلها قصه 10 ايام، لكن الانتر كونتيننتال هتتلعب بنظام مختلف اشبه شويه بدور المجموعات في دوري الابطال، هتبقى فيها ماتشات ذهاب واياب لغايه، وتبقى على مدار سيزن يعني فتره ممتده فيها تباعد بين المباريات دي، وبيبقى فيها نظام قرعه، بطل اوقيانوسيا بيقابل مثلا اما بطل افريقيا او بطل اسيا حسب ما القرعه بتحدد، الفايز منهم بيقابل الفريق اللي طلع باي، بطل كونكاكاف بيلعب بطل كوبا ليبرتادورس، الكسبان منهم بيطلع يلعب اللي كسب من الثلاثي الاول، والفايز منهم بيوصل لمواجهه بطل اوروبا. مظبوط، ده الكلام، ده التصور المبدئي للبطوله، يعني هي تبقى اشبه شويه، هي نظام البطوله هيتغير، ولكن هي كتمثيل انديه كاس قارات بالظبط. كاس قارات بالظبط. طيب هل من العدل والانصاف ان انا اقيم اوراوا ريدز من خلال، انا طبعا اوراوا ريدز بالنسبه لي كتاب مقفول، يعني مع الكوره في اليابان عموما، يعني اخر حاجه اعرفها انه انيستا كان بيلعب في اليابان، بعد كده ما اعرفش حاجه ثانيه. لا ما تنساش برضو منتخب اليابان في كاس العالم طبعا قدام المانيا، هم كمنتخب دايما بيقدموا فريق منتخب طبعا، بس عندهم محترفين برضو خد بالك برضو، يعني عندهم في اوروبا كتير، مش عندهم الظهير الايمن للارسنال، وعندهم اكتر من لاعب في الدوري عندهم كذا لاعب في الدوري الانجليزي عندهم كمان اندو ومينا مينو اللي كان بيلعب في لا وعندهم كمان اندو في ليفربول مع محمد صلاح، مظبوط لاعب مميز طبعا، ومينا مينو كان مع ليفربول مع صلاح برضه قبل ما يمشي لفرنسا بالظبط. طيب هل من العدل والانصاف ان انا اقيم اوراوا ريدز على اساس مواجهتهم امبارح قدام السيتي، ولا التقييم ما يبقاش منطقي؟ لا طبعا هيبقى تقييم خادع خالص جدا، لان مانشستر سيتي فريق قوي وصعب تحكم على اي منافس يقابل مانشستر سيتي. خلينا نبقى واقعيين جدا، فريق اوراوا الياباني فريق منظم ودفاعيا كويس جدا، بشوف ان عندهم بعض اللعيبه مميزه، والكسندر اللاعب السنتر باك عندهم لعيب عنده 31 سنه، لعيب دنماركي، لعيب مميز جدا، واغلب اللعب بيبقى عن طريقه او بناء الهجمه دايما بيبقى عن طريقه. هم فريق بيعتمدوا او طريقه لعبهم دايما بيبقى يعتمد على التحولات
وده تقريبا اغلب طريقه اللعب في حتى منتخب اللعب نفس طريقه اللعب، لكن هم عندهم ميزه مميزه جدا حتى لما نيجي نتكلم عن الاحصائيات. ده الكسندر الدنماركي، هو كابتن الفريق. مظبوط، هو ده هو النرويجي اعتقد. لا الكسندر الدنماركي، النرويجي النرويجي ده السنتر باك الثاني اسمه ماريوس، ده السنتر باك الثاني. فريق اوراوا الياباني عندهم ميزه مهمه جدا بيسجلوا منصب الفرص، ويعني وسبب صعودهم لمباراه او مواجهه مانشستر سيتي ان هم قدروا يسجلوا طبعا في مواجهه ليون، كلاب ليون المكسيكي. بالظبط، المكسيكي قدروا يسجلوا طبعا وكسبوا المباراه 1-0، فهم عندهم الحته دي، فدي تبين ان الفريق ده لو وصل او هدد مرماك بيعرف يسجل منصب الفرص، ودي الاحصائيات بتاعتهم لو جينا نتكلم. انا ما بقلقش من الكره الاسيويه او فار ايست، يعني الشرق الاقصى اللي هم اليابان وكوريا، من السرعات بصراحه، يعني هم كورتهم قليله لكن عندهم السرعات وخفه الحركه غريبه صراحه. هم كمان يعني قابلنا قبل كده بتهيألي هيروشيما، هيروشيما الياباني صح؟ ياباني وخسرنا منهم، وخسرنا منهم في كاس العالم برضه. هم فريق مختلف تماما عن فريق فلمينينزي البرازيلي، لانه عندهم التحولات حتى في حاله احنا لو هم بيهاجموا عندهم السرعات ان هم يقدروا يرجعوا بالتحولات الدفاعيه بسرعه جدا، لان ده طبعا من مميزات المهمه جدا. تعالوا نشوف قائمه المحترفين في فريق اوراوا ريدز. يعني هو السوق في اليابان ليه يعني اليات مختلفه شويه، ما بيروحوا المدارس في الكوره يعني مش متوقعه يعني. تعالوا نشوف كده المحترفين وجنسياتهم اللي بيلعبوا في صفوف اوراوا ريدز الياباني. يعني الكسندر شولز ده الدنماركي، ده السنتر باك الكابتن، ده السنتر باك الدنماركي منتقل ليهم من بقاله سيزونين من ميتلاند الدنماركي. ميتلاند ده اللي كان بيلعب فيه محمد زيدان وامام عاشور، وامام عاشور قبل انتقاله للنادي الاهلي. بعد كده عندنا ماريوس، ده منتقل ليهم من جليمت النرويجي. بعد كده عندنا جوزيه كانتي، ده اخطر لاعب في فريق اوراوا ريدز. جوزيه كانتي راس الحربه، مهاجم غيني، هو جنسيته هو من غيني، هو متزوج الجنسيه بالظبط، اصوله غينيه. لعب ده منتخب مصر في مباراه منتخب مصر كسبها 2-1. منتقل ليهم من الصين. بعد كده عندنا توشوكي، هم طبعا اساميهم الله يرحمه بقى كابتن محمود بكر كان في المباريات دي كان دايما توشوكي منتقل ليهم من هم عندهم ثلاث انتقالات بعد كده، او اللعيبه الجديده كلهم من اليابان. توشوكي وعندهم كين، لا اعتقد في قائمه ثانيه يا بلال غير دي. ولا دي قائمه، خلينا مع الشاشه. طيب اوكي ماشي. هم احنا قلنا اتكلمنا عن خلاص، احنا اتكلمنا على الكسندر شولز وماريوس. وبعد كده عندنا ده لاعب تايلاندي بانيا. بانيا. وبعد كده عندنا ليزن لينسن، ده لعيب جاي من فاينرد الهولندي. اوكي، هو ده تقريبا ابرز الانتقالات اللي يعني او الانديه اللي ليها اسم. جوزيه كانتي ده اللي انت كنت لسه بتقول عليه. جوزيه كانتي المهاجم الغيني. والكس ده سنتر فورورد برضو، يعني مهاجم هولندي جاي من سبارتا براغ. راجل تشيكي. دي اللعيبه بس يعني حتى قيمه التسويقيه بتاع هو الفريق كله اعتقد 20 مليون يورو تقريبا. مش رقم كبير، بس بيميلوا اكتر للمدارس شمال اوروبا، الاسكندنافيا، الدول الاسكندنافيه، النرويج. يعني هي بصوا، انا بشوف مواجهه، مفيش حد عنده كوره يعني بس هولندا، مفيش لا الدنمارك ولا النرويج يعني. يعني هم برضو لعيبه يعني زي ما مثلا كنا بنشوف اريكسن مثلا مع رغم كده بطل دوري ابطال اسيا. لا هو حتى بص، احنا خلينا لو جبنا من فاينل اسيا الهلال واوراوا، الهلال في المباراتين عمل كل حاجه. طيب خلينا نروح بقى عشان نشوف مشواره في فاينل اسيا، ونشوف طريقه لعبه، ونشوف نقاط قوته ونقاط ضعفه، ونشوف المستوى اللي ظهر بيه او التكتيك اللي لعب بيه في كاس العالم قدام كلاب ليون اللي قدر يتجاوزه عشان يقابل السيتي، ومباراه امبارح قدام السيتي مع بلال محسن واحمد مصطفى، لكن بعد الفاصل. بعد مجهود شاق ومضني الحقيقه بذلوه لعيبه الاهلي، النهارده قرر مارسيل كولر انه يدي لعيبته راحه مطلوبه، الفاصله دي مطلوبه مش بس بدني كمان ذهني، لانه بيتهيألي مستوى تركيز اللعيبه في ال 180 دقيقه اللي لعبوهم قدام اتحاد جده وقدام فلومينينزي كان في اعلى درجاته، فكان مطلوب الفاصله دي الحقيقه. بكره ان شاء الله الاهلي يستأنف تدريباته مره ثانيه الساعه 5
بتوقيتنا هنا في القاهره استعدادا لمباراه الجمعه. والنهارده كان في كده زي جوله ترفيهيه للعيبه يعني يفصلوا بيها عن الـ عن الـ الضغط العصبي اليومين اللي فاتوا. قصه اوراوا ريدز في بطوله دوري ابطال اسيا وازاي استطاع ان هو يتغلب على كبار اسيا واصل الى اللقب والمشاركه في بطوله كاس العالم. بلال، يعني يمكن احمد اوراوا، انا زي ما كنا بنتكلم قبل الفاصل، اوراوا في مباراتي الهلال سواء في السعوديه او في اليابان في العوده لما اتبع الهايلايتس بتاع اللقاء، لا الهلال عمل كل حاجه كل حاجه بمعنى كل حاجه، فرص غريبه جدا طبعا. حتى في مباراه السعوديه لو تفتكر هدف اوراوا اللي كان حارس الهلال متقدم وحطها له من تقريبا من بعد نص الملعب بيارد او بيارضتين، يعني مش هدف كمان هم ملعوب فيه. والهدف اللي فازوا بيه على الهلال في اليابان هدف بخطا شخصي من مدافع الهلال، كره اتلعبت كده بالعرض، المدافع جه بيطلعها حطها في مرمى. فيما عدا ذلك الهلال كان مسيطر على اللقاء بشكل كبير جدا، نسبه استحواذ تخطت الحاجه 70% في اليابان وفي السعوديه. ففريق اوراوا فنش حتى بالمناسبه الدوري السيزون ده في المركز الرابع، لعب 34 مباراه، فاز في 15 مباراه فقط، تعادل في 12 مباراه وخسر في 7. طب بمناسبه الارقام تعال نشوف ارقام الفريق اوراوا ريدز السيزون ده في الدوري مع مصطفى. طيب المباريات، لعب 34 مباراة، أحرز 42 هدف، استقبل 27 هدف، 11 هدف من ضربات ثابتة، هدف واحد من 11 ضربة ثابتة، و 37 هدف من 236 هجمة داخل منطقة الجزاء، أربع أهداف من 169 محاولة طبعاً خارج المنطقة، أهداف بالقدم اليسرى 12، أهداف بالقدم اليمنى 26، أهداف بضربات الرأس 3، متوسط الفرصه المؤكده 1.7، متوسط اهداف الفرص 1.1، متوسط التصويب 11.9، متوسط الاستحواذ 51%، متوسط العرضيات 23% تقريبا، نظافه الشباك 15، متوسط المراوغات 6.6. من الحاجات الصعبه في كاس العالم انك بتقابل مدارس مختلفه، يعني اتحاد جده اسماء ونجوم وخبرات، لكن ممكن تاخد عليهم مثلا ان هم تنظيميا في الملعب مش احسن حاجه، ودفاعيا عندهم مشاكل كتير جدا. فلومينينزي خدوا بالكم من قصه كمان اهدار الفرص، عندهم معدل اهدار الفرص قليل جدا، يعني نسبه الفعاليه الهجوميه عندهم. انا قلت لك زي ما اتكلمت بيسجلوا من انصاف الفرص، نفس زي ما اتكلم بلال وقال لك مباراه الهلال السعودي، الهلال السعودي كان مستحوذ فعلا في اغلب المباريات الذهاب والعوده، لكن هم قدروا يكسبوا. أيوة. ده دايما في بعض المباريات اللي دايما بشوف فيها، سواء مباراه فيها تحقيق بطوله او مباراه خروج مغلوب، بشوف ان انصاف الفرص مهمه جدا جدا جدا. أيوة. الاستحواذ احيانا مش هيوصلك للميداليه اللي انت محتاج تحققها يعني. فطبعا فريق اوراوا فريق بيعتمد في هجومه على الاطراف او على الظهرين، الظهير الايمن والظهير الايسر، هم دول قوته الكبيره جدا، وعندهم لعيب مهاري جدا بيلعب جناح يمين اكوبو. كوبو ده يعني شبه او نفس اسم لاعب ريال مدريد المعار لفريق كوبو. كوبو كانوا بيقولوا ميسي الجديد. بالظبط، ميسي الجديد. اللاعب ده مهاري جدا، وده نادرا لما نلاقي راح بس ما رجعش تاني. ها، هو في كلام ان هو راجع، احتمال يرجع، في كلام ان هو ماشي كويس قوي. فاحنا نادرا لما نلاقي لعيب طبعا في الدوري الياباني او لعيب عنده مهارات، لا اللعيب ده مهاري وعنده حلول، لكن هو اعتمادهم دايما على الظهير الايمن والظهير الايسر، دايما بيبقوا يعني طايرين في اغلب الوقت ودايما فاتحين الملعب، والظهير الايمن او الجناح الايمن والجناح الايسر دايما بيدخلوا لقلب الملعب. هنا خد بالك انت لو عندك ياباني مهاري، ده انت بتتكلم على ميكس، يعني دايما اللعيب المهاري شويه يعني مش كلهم طبعا، بيبقى حته السرعه عنده مش عاليه قوي، يعني الحريف اللي على الواحد واحد على طبيعي. واحد بس ما بيبقاش في حته السرعه قوي، الا مثلا لما تكون مثلا الظاهره الحقيقي رونالدو طبعا. كويس انت قلت الحقيقي. لكن لما يبقى سريع ومهاري ده يبقى قمه الخطوره طبعا. هم انت قصدك ما عندهمش اسطوره قبل كده مثلا طلعت يعني او حد يعني مثلا كوريا طلعت سون وفي كاس العالم اللي كان عندهم لعيب مهاري بس ما كانش سريع. اليكس كان بيلعب في اي سي ميلان، لعيب مهاري بس ما كانش سريع، كانش في الفريق اوراوا طبعا، كان فريق في اليابان يعني. لكن في النهايه لازم اديهم كريدت، يعني فكره ان هو
ياخد بصرف النظر بقى، يعني التوفيق ممكن يكون معاك مره، ممكن يكون معاك اتنين، لكن انك انت توصل لتحقيق اللقب ده معناه ان فريق عندك مقاومات بطوله. طبعا بطوله دوري ابطال اسيا مش سهله اكيد، يعني 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 هي يمكن يعني مش بطوله جماهيريه قوي، مش زي كوبا ليبرتادورس، مش زي تشامبيونز ليج اوروبا. احنا ما كجمهور كره في مصر ما نحبش قوي نتفرج على كره اسيويه، لكن ده ما ينفيش انها بطوله قويه وبيشارك فيها فرق على اعلى مستويات. فكونه يوصل للبطوله دي وكونه يتاهل لكاس العالم، يكسب بطل كونكاكاف بطل المكسيك كلوب ليون، ده معناه انه فريق عنده مقاومات. مقاومات طبعا، وعنده نقاط قوه وعنده تنظيم في الملعب. فاهم نقاط القوه اللي موجوده في فريق اوراوا ريدز، لانه انا كنت بقول لك من صعوبه بطوله زي كاس العالم ده، وانت بتلعب في افريقيا انت حافظ الوداد وحافظ سان داونز وحافظ الترجي، لكن هنا انت بتقابل مدارس مختلفه، وانت بتلعب مع اتحاد جده لازم تفكر باسلوبه بطريقه مختلفه عن اللي هتلعب بيها مع فلومينينزي، عن اللي هتلعب بيها مع اوراوا ريدز. كل واحد من دول في كالتشر، في ثقافه مختلفه، في طريقه لعب مختلفه، في عناصر قوه وعناصر ضعف مختلفه عن المدرسه الثانيه. بص، هي مباراه الاهلي واوراوا انا بشبهها تشبيه خاص، انا بقول ان دي مباراه بطوله. احنا كان بيتلعب عندنا من فتره من سنوات بطوله الافرو اسيوي لو تفتكر. مظبوط. كانت بتقام ما بين بطل اوروبا بطل افريقيا وبطل اسيا، كانت مباراه وكانت بتحتسب تقريبا بطوله قاريه الافرو اسيوي. فانا بشوف ان الدوافع اللي لازم لعيبه النادي الاهلي تاخدها ان انت تحط لهم دافع ان انت بتلعب بطل اسيا، ان انت بتلعب على ميداليه هتكتب في التاريخ. عايز اقول لك ان الفرقتين سواء النادي الاهلي او اوراوا هيكونوا داخلين المباراه مش سعداء ان هم بيلعبوا على الثالث والرابع. لا، اكيد اوراوا يعني اكيد سعيد لانه ملوش اي طبعا تاريخ في كاس العالم. هو يعني هو كان يامن، انت شبعان برونزي، يعني انت جمهور الاهلي ليه دايما عينه على النهائي؟ دلوقتي برونزيه بقت عادي عندنا منها يعني كتير. او برونزيه كانت شيء عظيم جدا انه فريق مصري أنا فاكر ياخد برونزيه في كاس العالم دي. يا سلام، احنا في جيل ابو تريكه لما حققنا الميداليه البرونزيه كنا بنقعد نشغل الفيديوهات بتاعت الركله الحره اللي احرزها ابو تريكه وبتعليق عصام الشوالي وفرحه امتدت لسنوات. كان انجاز عظيم لانه كان اول مره يتحقق. لما جه الجيل ده واحرز برونزيتين فسقف الطموحات عالي، ان انت بقى العادي انك انت واللي كمان ممكن مزعل الناس شويه يا احمد، ان انت في كل مره بتبقى خلاص يعني بيفصلك عن الوصول للنهائي تفاصيل صغيره قوي، يعني زي ما كنا بنتكلم في الفاصل، في بعض الفرص في مباراه فلومينينزي لو كره واحده منهم دخلت ووصل النادي الاهلي انا متاكد لاشواط اضافيه، النادي الاهلي كان هيقدر يستغل العامل البدني، لان انت انهكت الفريق البرازيلي في ارض الملعب. كلهم سقطوا، انت بقيت تشوف كل دقيقتين تغيير، حتى يعني دينيز المدير الفني طبعا بمناسبه الكلام عنه، لا ده راجل مدير فني لمنتخب البرازيل اللي هو المنتخب الاهم في العالم بيتولى تدريب فلومينينزي، هو كان عنده ذكاء شويه قدر يكسر الريتم في بعض فترات اللقاء، وقدر حتى يعمل التغييرات مش مره واحده، بقى يعمل تغييرات في التوقف وتغييرات 2 في 2 في 1. في لقطه جابوها قبل الكره بتاعت البنالتي بتاع مارسيلو الكوتش لويز لما نده عليه نده مارسيلو وقعد يتكلم معاه فعلا. ف يعني في ناس كتير قالت لك قال له خش وحاول تجيب ضربه جزاء. هو مارسيلو مميز من وقت ريال مدريد في موضوع التكمله الهجوميه، يمكن هو ده طبعا مش معلومه، ده يعني في ناس توقعت ده او يعني لا هو مارسيلو مميز، وهو للاسف يعني ما حدش سمع هو قال له ايه بالظبط حكم اللقاء، يعني ما راحش الفار، دي غريبه جدا. في اكتر من كوره احنا لينا ركله جزاء في بدايه اللقاء لكهرباء واضحه جدا، والفيديوهات اللي اتصورت من الملعب بتقول ان ضربه يعني لو بتاعت يعني سيبك من واضحه ولا مش واضحه، لو بتاعت مارسيلو دي ضربه جزاء يبقى اكيد بتاعت كهرباء اتنين ضربه جزاء بالظبط. يعني وهي كانت يعني الحاجه الغريبه ان الحكم الفار لدرجه ان احنا واحنا بنتابع المباراه والله مش مبالغه، ولكن في ناس حوالينا قالت مفيش فار اصلا. يعني الفار ظهر لو تفتكر في كوره واحده دي بس اللي قصدك عليها. لا دي ركله جزاء. بص الدفع يا احمد، اللاعب ارياس مش لاعب على الكوره خالص. لا يعني انا استغربت رد فعل الكولومبي طبعا ارياس، ان هو ازاي يعني انا بشوف ان هي سذاجه منه طبعا، فبيلن صريح يعني مفيش شك ان الكره دي ما ينفعش حتى ترجع الفار فيها. في واحده في الشوط الثاني برضو الكهرباء السنتر باك بتاع فلومينينزي دفعه ورجله تحت في رجله. بص يعني يا احمد الكره دي كل استحواذها مع كهرباء، فاللاعب طبعا ارياس ما عندوش فرصه فعلا، ما عندوش فرصه انه يوصل للكره، فعشان هو مش شايف الكره ملوش حل ان غيره يعمل ايه، دفع كهرباء طبعا. هو الحكم كان سيء، هو بيسكتك ان ده حكم فاينل كاس عالم، فهنجيب لك مين احسن من كده وخلاص.
للاسف يعني. طيب نرجع لوراوردز، الطريقه اللي بيعتمد عليها الفريق واللي ظهرت في مواجهه، انا بيتهيالي طبعا يعني فريق حتى لو كان دوري ابطال اسيا، بطل دوري ابطال اسيا، لما يجي يلعب بطوله كاس عالم هيطلع افضل ما عنده وهيركز على انه يسد الثغرات ويحاول يخطف طبعا. نجح في ده مع كلاب ليون، لكن طبعا كان صعب قوي ينجح في ده رغم انه كان واقف على رجله على فكره. يعني اللي ما تابعش مباراه السيتي واوراوا الشوط الاولاني، اوراوا كان يعني صامد قدام السيتي المساحات فعلا، والانهيار حصل بعد تسجيل اوراوا هدف في نفسه، يعني مش السيتي اللي سجل صح. الاول اوراوا مدافع اوراوا رادز هو اللي دخل جون بالغلط في مرماه، وتوقيت صعب، توقيت صعب كمان قوي قبل نهايه الشوط بتبقى يعني، وانت بتلعب فريق كبير معنويا بيبقى فيه بالظبط انهيار يعني خلاص الدنيا صعبه جدا. طبعا يعني اخد من كلامك هنا ان يبين ان الفريق ده منظم، ده اللي حصل في اول 40 دقيقه فعلا. فريق اوراوا كان منظم جدا والسيتي ما قدرش يخترق او يحرز هدف لولا الهدف طبعا دخل في مرماهم بالخطا، فده يبين ان الفريق ده منظم جدا وفريق خد بالك السيتي برده ما كانش بيلعب طبعا ما عاد بتقله يعني بتقله طبعا ما هو يعني برده اللي بالموجودين في الملعب لعيبه كبار يعني لو بصيت طبعا السيتي عنده فرقتين طبعا يعني طبعا، لكن هو بالنسبه له مخلي اللعيبه الثانيه دي لنهائي المونديال. فبشوف ان فريق اوراوا دي بطوله وديه بالنسبه للسيتي يعني ولا ايه هيرجع بقى عنده مواجهه كبيره في الدوري. ايوه فبشوف ان طبعا فريق اوراوا عندهم مشاكل دفاعيه وزي ما قلت لك ان هو قوتهم ان هم بيعتمدوا على الظهير الايمن والظهير الايسر، ان هم دايما بيبقوا فاتحين الملعب، عندهم مشاكل ورا الظهير الايمن والظهير الايسر، ولو استغلها بيرستاو حسين الشحات يعني اللي انا اتوقع ان ممكن طاهر يبدا المباراه دي من وجهه نظر يعني، لان المباراه محتاجه سرعات كبيره جدا لان هم فريق طبعا قوي بدنيا وفريق عندهم سرعات، فانت محتاج لعيبه، وبشوف ان حسين الشحات قدم مباراتين كبار جدا والاجهاد هيبقى برده مع اللعيبه في خد بالك ان مريح يوم زياده لكن يعني انت لعبت مباراتين اقوى من بعض مع احترام الاوراوا عندك فرصه المباراه دي تحديدا ان انت تعمل ريكفري بشكل احسن يعني من يعني انت ما بين اتحاد جده وما بين فلومينينزي ما كانش في وقت بالزبط. لكن دي اولا هو لعب ماتش صعب جدا جدا برده قدام السيتي امبارح، يعني اكيد استنفذ جزء كبير جدا من هو لعب مباراتين والنادي الاهلي شارك مباراتين بس هو الفيصل يوم زياده لينا احنا. أنا كويس ان كولر ادى كمان راحه النهارده، وجهه نظري ان كولر هيعمل تغييرات في المباراه دي، ده وجهه نظري يعني هيعمل تغييرات في المباراه دي وهيدفع ببعض اللاعبين اللي هو ممكن يعني يفاجئ بيهم فريق اوراوا، لان هو كولر عنده ميزه وده اللي شفناه في المباراه الاولى امام اتحاد جده باحمد نبيل كوكا، وكمان المباراه الثانيه باكرم توفيق بناء على رؤيته للمنافس، ودي من اهم الحاجات اللي انا بشوفها في مستر كولر ان هو بيذاكر المنافس كويس جدا وبناء عليه بيختار العناصر، ودي حاجه مهمه جدا في التدريب ان انت تشوف نقط ضعف المنافس اللي قدامك ونقط قوته وتختار الادوات او العناصر اللي تقدر تنفذ لك الفكر ده. فبشوف ان ممكن يعني من وجهه نظري ممكن تلاقي قفشه بادئ المباراه دي راحت بعض اللاعبين، متوقع ان يبقى في تغييرات في التشكيل، متوقع ان في تغييرات في التشكيل وبالذات بالاخص في نص الملعب. يعني بشوف ان ديانج وقفشه ممكن يكونوا موجودين بدايه المباراه بلال. يعني انا بشوف ان المباراه دي يعني مباراه ديانج هو طبعا يعني انا بالنسبه لي الاثنين لعيبه على مستوى الكوره يعني بصرف النظر عن السن والتجربه، لكن كوكا لعيب كويس جدا واكرم توفيق مفيش شك طبعا كلنا متفقين انه واحد من افضل لاعيبه كره في مصر كلها الحقيقه، وان رجوعه لمستواه هيبقى اضافه كبيره للاهلي موجود في القائمه الاوليه لمنتخب مصر. لكن هاخد رايكم يعني هحاول طبعا اغطي القائمه الاوليه وساعات منتخب مصر لبطوله افريقيا، لكن في النهايه الاثنين كانوا مفاجاه طبعا. يعني كوكا اختيار كوكا في الماتش الاولاني مفاجاه واختيار اكرم في الماتش الثاني كان مفاجاه. انا بشوف ان ممكن رامي ربيعه يبقى ليه دور في المباراه دي، خاصه ان ياسر ابراهيم عمل مباراتين، يعني ياسر مع كاس العالم للانديه سوبر يعني ياسر في البطوله دي تحديدا سوبر السوبر وهاني بصراحه. لا يعني ياسر كان يستحق ماله في ماتش المباراه ياسر بصراحة. انا هي المباراه لو كانت راحت لفوز النادي الاهلي بلا شك وبلا جدال ياسر ابراهيم كان هيتوج بجائزه افضل لاعب في المباراه. عمل مباراه كبيره جدا، كمان مروان عطيه ومحمد الشناوي الثلاثي الافضل داخل النادي الاهلي اللي قدموا مستوى تقدر تقول ان هم قدموا ال 100% عندهم في المباراتين، شناوي ياسر مروان الثلاثه قدموا افضل ما لديهم في المباراتين. شايف انها فرصه ماتش اوراوا يستدعي
راحتهم ولا انك انت ما على حسب الحاله البدنيه. يعني انا اصل هو كولر بيثق في رامي ربيعه يعني هو كولر بالنسبه له رامي لاعب اساسي مش لاعب يعني يعني مش لاعب بديل او كده. فانا بشوف ان هو ممكن يدي رامي في المباراه دي وبشوف ان ممكن قفشه يدخل في اللقاء على حساب ممكن امام عاشور. بشوف غير كده ان مروان عطيه بالاداء اللي هو عامله هيكمل الثلاثي الهجومي هو الثلاثي الافضل يعني بيرسي حسين كهربا هيكملوا في هيبداوا اللقاء وورا زي ما قلت لك يعني هو ربيعه وقفشه هما الاثنين اللي ممكن يدخلوا على تشكيل النادي الاهلي في مباراه اوروا. فيما عدا ذلك التسع لاعبين هيكونوا نفس اللعيبه اللي شاركت في المباراتين السابقتين. يعني فرقه اوروا ريدز تقدر توصفها مصطفى بانها فرقه يعني مثلا فلومينينزي ما 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 ما, ما تقدرش تقول ان في لعيب لفت نظري. يعني احنا كنا قبل الماتش بنحلل وبنشوف اخطر لعيبه ومفتيح اللعب في لعيب لازم يكون لفت نظر ان ده ممكن أندريا. يلعب ده ممكن يلعب عندكم كمان أندريا. ممكن يجي لكم كمان شهر اندريا لعيب لا ده هو افضل بس هو ما ظهرش في مباراه الاهلي زي ما انا فاهم قصدي احمد بيتحرك كتير قوي بصرف النظر يعني هم عندهم لعيبه مش معنى كده قصدك برازيلي اللي هو البرازيلي اللي ياخد العين يعني مثلا هو حد مثلا يقول انه انا عارف كينو وعارف انه لعيب كبير جدا ما ظهرش في المباراه. أرياس كان افضل واحد يعني وأرياس الكولومبي ده برضو كان يعني مميز جاب كره في العارضه وبقول مفيش لعيب اللي هو يعني الفرقه بتدور حواليه ده لا فاهم قصدي جنزو شويه مفيش كوتين هو مفيش نيمار مفيش اللاعب اللي انت تحس ان هم بيعتمدوا عليه. هل أوراوا ريدز يتوصف بنفس الوصف يعني تقييمكم انتوا ليه وانتوا بتتابعوه في البطوله دي تحديدا هل في لعيبه لو وقفت تقدر تقول انه الفرقه كلها اتشلت ولا الفريق كله بيشتغل في تكتيك او منظومه جماعيه؟ لا انا بشوف ان الفريق فعلا منظومه جماعيه وعندهم بس لاعب واحد مهاري لكن برضه اعتمادهم الكل مش عليه اللي هو كوبو طبعا اللي انا قلت عليه الجناح الايمن لاعب برضه مميز جدا لكن اعتماد الفرقه كلها كمجموعه وبيحاولوا دايما يعملوا البيلد اب ليه قلت لك زي ما قلت احمد اللي على الظهير الايمن بالاخص وبشوف ان قوتهم كلها في ان هم لما بيوصلوا للمرمى بيقدروا يسجلوا من اصاب الفرص وده طبعا احنا اتكلمنا فيه في الاحصائيات اللي احنا عرضناها ويبين الفريق ده هجوميا ممكن ما بيخلقش فرص كتير جدا لكن لو وصل للمرمى بيسجل ودي حاجه مهمه جدا لازم النادي الاهلي يعني او مستر كولر يركز بيها على الخاص على الخط الخلفي يعني جيم الشناوي يكون ليه من وجهه نظرك دور فيه هيبقى ليه دور الشناوي طبعا الشناوي متالق يعني متالق جدا طبعا. لكن النادي الاهلي من بدايه البطوله عامل حاجه مميزه جدا هو الاهلي بيعمل دفاع متقدم فالاهلي ما بيخليش اي منافس حتى في لما ننزل البرازيلي واتحاد جده اللي هم مليان نجوم وانت كنت متوقع ان هم يوصلوا مرماك كتير جدا ما حصلش الكلام ده مع احترامي طبعا لفريق اوروا الياباني هو اقل منهم في المهارات مش اكيد مش يعني مش هيوصل للمرمى الشناوي لكنه فريق منظم جدا طبعا تاني هو على ذكر الفرديات داخل اوروا هو عندهم لعيب ده انا بتوقع ان هو اكتر لاعب هيزعج النادي الاهلي بعد جوزيه كانتي راس الحربه اللي هو شينزو كروكي اللاعب ده مميز جدا لعيب مركزه ايه يا بلال بيلعب يعني بيلعب سنتر يعني بيلعب في النص كده زي رقم 10 ورقم 8 بيجيد اللعب على الاطراف كمان يعني ممكن يهرب على الاطراف زي ما كان كانتي بيعمل في مباراه اتحاد جدا ولكن هو لعيب متحرك جدا عنده باور عالي قوي على طوال 90 دقيقه امبارح شفناه امام مان سيتي كان بيلعب دول دي قائمه الهدافين في فريق قائمه الهدافين طبعا خطوره يعني في فريق اوراورا يعني هم طبعا بياتي في الصداره في الصداره زي ما كنا بنتكلم جوزيه كانتي المهاجم درس حربه طبيعي يسجل 8 اهداف بعد لكن كده الكسندر تشوز ده السنتر باك سنتر باك عنده 7 اهم لعيب فيهم بيكمل في الضربات الثابته وبيلعب كويس قوي بدماغه بعد كده شينزو كوروكي عنده 4 كوروكي انا بشوف ان اكتر لاعب بيتحرك في وسط ملعب اوراوا هو شينزو كوروكي واكتر لاعب لفت نظري امبارح بعد كده تاكاهيرو وايتوكي ايتوكي اتسوكي اتو عنده هدفين ده وسط مدافع بالظبط ولكن هم الثلاثي الاميز يمكن حتى طبعاً. باستثناء طبعا الكسندر شولز الثلاثي الهجومي الاميز طبعا كانتي وكوروكي وبيجي معاهم ايتو اتسوكي ايتو لاعب برضو بس ده وسط مدافع يعني هو برضو وسط مدافع ولكن لعيب كورته كويسه قوي لعيب بيعرف يعمل عمليه استرجاع الكوره بيقطع امبارح يعني هم دول اللي لفتوا نظري في مباراه السيتي امبارح كوروكي صحيح. وايتو طيب. وجوزيه كانتي طبعا انا قلت في بدايه الفقره دي انه من يعني اكبر مستفيد طبعا جمهور الاهلي مستفيد والنادي الاهلي
كم الاستفاده من البطوله دي كبير جدا، ولكن كمان منتخب مصر الحقيقه مع تالق فريق النادي الاهلي في بطوله كاس العالم ومعاناه بقيه الفرق، يعني الزمالك يمكن مش في افضل احواله، خسران اخر مباراه قدام المصري النهارده اعتقد بيلعب قدام ساجرادا، بيراميدز بيخسر قدام سان داونز هنا في القاهره وبتبقى مهمته صعبه وبيتزايل ترتيب المجموعه معنويا على الاقل تقدير، سيبك من المستوى الفني حسابيا عنده فرصه، حسابيا عنده فرصه لكن في النهايه فريق بيعاني ما جابش غير جول في الاربع ماتشات بالظبط، اربع مباريات رقم صعب جدا، ونوازيمو متقدم عليه في الترتيب يعني، والفوز الوحيد لفريق موريتانيا على فريق مصري وبعدين في تاريخ بطوله دوري الابطال، نوازيمو اول مره في تاريخه يصعد لدور المجموعات صحيح، وده الفوز الوحيد اللي حققه، فبالتالي حاله التوهج دي هتنعكس ايجابا على المنتخب المصري، هنتكلم عن ده ونتكلم على مكاسب الاهلي من كاس العالم لكن بعد فاصل اخير. صحيح محترفينا المصريين يعني بصراحه سيزن من افضل مواسم ليهم، مرموش متالق، صلاح متالق، مصطفى محمد متالق، تريزيجيه متالق، لكن في النهايه في الكان انت مش لاعب المحترفين بس، انت عايز منتخب كل عناصره على اعلى مستوى، انت رايح في اهم محفل على المستوى الافريقي او اهم بطوله قاريه على المستوى الافريقي، فبالتالي محتاج منتخبك يبقى جاهز، ولو الاهلي لا قدر الله ما كانش ربنا وفقه وظهر بالمظهر ده في البطوله ما اعتقدش ان منتخب مصر كان هيبقى يعني عنده حاجه تبني عليها انك انت حتى تروح تنافس، مش تروح تجيب البطوله، تروح تنافس على الاقل. الظروف عموما مش في احسن احوالها ونتائج معظم الفرق المصريه مش افضل حاجه. بيتهيألي انه قبله الحياه كانت مشوار الاهلي في كاس العالم، واكثر حد مبسوط بالمستوى والاداء اللي ظهر بيه الاهلي اعتقد هو روي فيتوريا اللي النهارده اختار قائمه مبدئيه لمنتخب مصر. يعني بص انا عايز اتناول القائمه بعيدا عن الاسماء، هناخدها بالمراكز. انا شايف ان منتخب مصر عنده مشكله كبيره مش قليله في مركز حراسه المرمى بعد اصابه احمد الشناوي طبعا وتاكد غيابه عن البطوله، منتخب مصر اصبح لديه حارس واحد يثق فيه هو محمد الشناوي، الحارس رقم 2 ورقم 3 انا بشوف يعني لو جينا بصينا على الاسماء اللي راحت المعسكرات اللي فاتت، محمد صبحي بعيد عن المشاركه، محمد ابو جبل ما بيقدمش افضل مستوياته، محمد عواد كمان مش بيقدم افضل حاجه الفتره الحاليه، فانا بشوف ان فيتوريا هيكون عنده حيره وصعوبه في اختيار الحارس رقم 2 ورقم 3. انا بشوف ان مصطفى شوبير لو صحت الاخبار اللي بتقول ان مصطفى شوبير هيشارك في بطوله كاس النخبه في الامارات، لو فعلا ده حصل ومصطفى شوبير شارك في مباراتي الاهلي في السيمي فاينال والفاينال ان شاء الله لما يصعد النادي الاهلي، بشوف ان مصطفى شوبير هيكون عنده فرصه يروح مع محمد الشناوي على الاقل حارس ثالث في منتخب مصر. المركز الثاني اللي فيه مشكله هو مركز المساك، انا استغربت امبارح جدا من عدم الدفع باسامه جلال في مباراه بيراميدز على الرغم انه عمل مباراه كبيره جدا واحده من افضل مبارياته امام سان داونز في جنوب افريقيا، اسامه يعني سيرد باك مميز جدا تقدر تعتمد عليه مع محمد عبد المنعم، ولكن بشوف ان برده المركز ده في حيره. معلش فكرني يمكن الذاكره خيناني، هو اسامه ما اطردش في ماتش يبقى هو غاب عشان حاله الطرد بس انا شفت امبارح اسمه على دكة البدلاء، يعني انا استغربت عشان كده، وكان في الفتره الاخيره اسامه كان بيلعب اساسي مع فريق بيراميدز ورجع ماشي كويس قوي، اسمه موجود في القائمه انا بشوف كمان ان محمد شكري الظهير الايسر لسيراميكا عنده تحدي مهم جدا في بطوله كاس النخبه اللي في الامارات، لو اثبت ان هو فعلا في المباراتين عمل مستوى جيد هيقدر يعتمد عليه فيتوريا، لان لسه مش قادرين نحدد موقف احمد فتوح مع نادي الزمالك، نادي الزمالك عنده مباراه بالمناسبه امام سيراميكا دي اخر مباراه قبل التوقف. المركز الاخير اللي عايز اتكلم عنه طبعا مركز راس الحربه، انا بشوف ان فيتوريا يعني في ظل اعتماده على مصطفى محمد وعمر مرموش محتاج ياخد بروفايل مختلف شويه، فما اعتقدش ان احمد امين اوفا هيكون عنده فرصه، ما اعتقدش يعني ممكن يروح تجمع مبدئي، ولكن انا بشوف ان وجود محمود عبد المنعم كهربا كحل مختلف عن طريقه لعبه واسلوب عمر مرموش ومصطفى محمد هيكون مهم لسكواد منتخب مصر في البطوله. مظلوم كهربا انه بيلعب راس حربه مصطفى؟ لا مش مظلوم، مش مظلوم. انا بشوف ان يعني خد بالك هو ما لعبش المركز ده الا لما الاهلي احتاجه في المركز بالزبط. ده حاجه كده زي اكرم توفيق مع بيتسو لما الاهلي احتاج باك يمين فجاب اكرم من ديفندر لباك يمين، او كريم فؤاد مع كولر لما وظفه جناح يمين وهو اساسا باك يمين او باك شمال، ففي لعيبه ممكن هو طبعا ما حدش ينكر انه
كهربا نجح في التحدي ده، ده تحدي مهم جدا، وخصوصا ان هو كان كمان مش بس بيلعب في مركز مش مركزه، ده كان جاي من فتره جاي من بعيد، فرغم جاي تألق هداف دوري ابطال افريقيا يعني الموسم اللي فات طبعا كان هو هداف دوري ابطال افريقيا، وبشوف ان كهربا من اذكى اللعيبه اللي موجوده في منطقه الجزاء، بيتحرك كويس جدا. هدفه السنه دي، هدفه في الهلال افضل في دور المجموعات بالزبط. في القاهره هنا افضل هدف تم اختياره، افضل هدف طبعا هدف أفريقيا. هدف مميز جدا. لا مش قصدي، المظلوم ان هو مش بيأدي الدور، لكن قصدي ان هو دايما بيتحاسب ان هو كانه مهاجم بالظبط كده، انت بتحاسبه بتعامله على انه راس يا جماعه، هو مش راس كهربا اساسا جناح، بس في حاجه مهمه جدا يعني الناس اللي بتحاسب كهربا، يعني فكره المهاجم طبعا المهاجم مطلوب منه رقم واحد طبعا هو يسجل اهداف، لكن الناس دي ما بتشوفش تحركات هو المهاجم عربة. هو شخصيا مطلوب يعني هو المهاجم مطلوب ومطلوب منه يسجل يعني اهداف. هل بقى الناس بتتكلم ان كهربا بيتحرك تحركات مميزه جدا؟ يعني تواجد كهربا في الكره اللي ضاعت في ماتش فلومينينزي البرازيل دي تواجد برده بين ان ده مهاجم كبير وبيعرف يتحرك كويس طبعا. الفرصه لما ضاعت او التوفيق ما كانش محالفه في ان هي تدخل هدف، مع انه جاب كره ذهب نزلت في نفس اليوم مقارنه بهدفه في عواد في الزمالك انها نفس الكوره جدا. ضربه الجزاء في مباراه اتحاد جده، ضربه الجزاء اللي ما اتحسبتش في مباراه فلومينينزي، مين كان متسبب فيهم؟ كهربا. كهربا تحركه هنا الهدفين بتوع يعني غير ضربه الجزاء، غير الاسيستين، انا بتكلم الاسيستين بتاع الشحات وامام، الشحات وامام يعني بالاخص الجون بتاع امام عاشور. كهربا شاف امام عاشور ازاي؟ يعني لو بصينا لو جبنا اللقطه دي لو موجوده هتلاقي ان كهربا هدي خلاص، هدي خالص، وكل يعني عينيه كلها مركزه ناحيه المرمى. امام عاشور جاي من وراه، ده يبين التجانس رقم واحد طبعا، وذكاء كهربا والسنس اللي هو لعبه بيه لكهربا خلى لعب امام عاشور حطها ببطن رجله بهدوء جدا. فكهربا نجح في ان هو يقنعنا او في الدور ده اللي هو مش دوره اصلا. ايوه عشان كده بسالك، هل اتظلم في ده؟ يعني هل بتحس انه اللود عليه كبير في حاجه هو المفروض ما يحسبش على فاتورتها برضه؟ اللود عليه كبير، لكن كهربا عنده شخصيه من اللعيبه الكبار اللي عندها شخصيه، فبيستحمل ضغوطاته. انت قلت كلمه مميزه جدا، قلت هو كهربا جاي من بعيد يعني كهربا فضل 8 شهور تقريبا، ما 8 شهور ورجع مميز جدا وقدر يجيب اهداف في الدوري المصري واخد اهداف دوري في الاسماء اللي تم اختيارها عناصر جديده لفتت نظر. يعني خلينا نتكلم في النهايه، انت بتعمل بطوله عشان يبقى في منافسه، عشان في فريق ياخد لقب ويتاهل 4 فرق للمشاركه في بطولات مختلفه، لكن جزء او هدف اساسي من البطوله دي انها تطلع لعيبه، تفرز لعيبه. هل شايف لا انه لا انا 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 بص انا مش مع حته ان البطوله تطلع لعيبه لان هو انت البطوله راح تنافس على اللقب، انت عندك تقريبا 5 محترفين بيقدموا. انا بتكلم على بطوله الدوري. بطوله الدوري اوكي. انا بتكلم على بطوله الدوري. تفرز لعيبه، تخدم على المنتخب بالظبط. هل البطوله بتاعتنا طلعت؟ هل شايفين ان في وجوه في القائمه المبدئيه؟ طبعا القائمه دي 55 اسم هيتم تخليصهم 27 اسم تبقى القائمه النهائيه طبعا. لاول مره البطوله تبقى ب 27 مش 23 عدد اربع لاعبين اضافوهم. طبعا اكيد عندك يعني احنا كنا لسه بنتكلم عن محمد شكري في الظهير الايسر، انت لو اعتمدت عليها تبقى واخده من بطوله الدوري. حسام اشرف مع بلديه المحله هتبقى واخده من بطوله الدوري. لما تتكلم عن مثلا يعني معظم القائمه لما تيجي تبص فيها باستثناء المحترفين كلهم خارجين من بطوله الدوري. مهند لاشين مثلا، مهند مش جديد يعني. لا انا اقصد ان كل دول انت بتقيمهم في شايف في لعيب جديد طبعا. يعني انا بشوف ان هو في بعض الفترات اتظلم يعني مش مع فيتوريا بس. محمد ابراهيم لاعب سيراميكا اكيد. انا بشوف ان هو بقاله اكتر كبير من موسم بيقدم مباريات كبيره جدا قوي. لكن هو مش يعني حظه ده، بشوف ان هو مش كويس جدا ان هو يكون موجود تواجد في المنتخب المصري. وطبعا القايمه فيها اسامي لعيبه كبيره جدا، والدوري افرز اللعيبه اللي هو روي فيتوريا ضمهم، لكن انا بشوف ان في الاخر او القايمه النهائيه هيبقى هي نفس القايمه اللي راحت مباراه لعبه مباراه جيبوتي، هيتضاف عليها طبعا بتواجد امام عاشور، وممكن تلاقي لاعب او اثنين انضموا فقط، انما اغلب كل الاسماء دي هتتفلتر بالظبط. وبقى في علامه استفهام برضو من ضمن الحاجات اللي لفتت نظري في القائمه النهارده، اختيار عبد الله السعيد على الرغم من اعلان اللاعب اعتزاله الدولي من سنتين تقريبا. فهل تم التنسيق معاه قبل ما يضع اسمه؟ يعني حاجات هي القائمه واضح ان هي اختيارات للعيبه المميزه، يعني عايز يقول لك ان دول اميز 55 لاعب في بطوله الدوري، ومكافاه للاعب اللي بيعمل مجهود يعني بيكافئهم. هو يعني في مثلا محمد عبد السميع لاعب الاسماعيلي، في كريم حافظ من بيراميدز، يعني في لعيبه
عندها مستويات مبشره في بطوله الدوري، فهو حاطط اساميهم، ولكن في النهايه اللي هيروح اللعيبه اللي حضرت معسكرات اكتر مع الراجل اللي شربت طريقه لعبه وقدرت يعني قدر هو يفهم او يفهمهم الطريقه بتاعته، دول اعتقد ان هم هيكونوا العناصر الاساسيه في سكواد منتخب مصر في البطوله. هيضاف عليهم بعد التعديل طبعا اضافه الاربع اسماء، الاربع اسماء دي هتفتح مجال طبعا للاعبين جدد يقدروا من خلال القائمه الجديده ان هم يكون ليهم مكان في قائمه منتخب مصر. يعني كل التوفيق والرهان على فيتوريا في اول تحدي حقيقي، يعني الاختبار بتاع امم افريقيا هو الاختبار الحقيقي، قصه التاهل من عدمه اي حد الحقيقه هيمسك منتخب مصر طبيعي كده وانت مغمض عينيك يتاهل بطوله امم افريقيا، لكن هل يقدر منتخبنا حقيقي ينافس على البطوله؟ انا شايف انه الظروف مهيئه، تالق محترفينا في الخارج بشكل كبير السيزون ده كلهم الحقيقه مقدمين مواسم كويسه جدا، يمكن تكون الافضل من 3 4 مواسم فاتت، تالق النادي الاهلي وعناصر كتير جدا منه الحقيقه ظهرت بشكل ومستوى عالمي، يعني مش بتكلم على قياسا على الدوري المصري او حتى على بطوله دوري ابطال افريقيا، بتكلم على مستوى بطوله بحجم كاس عالم الانديه، اعتقد يساعد فيتوريا في تحقيق هدفه وان شاء الله يكون موفق في كوت ديفوار اللي بتفصلنا عنها ايام. الحقيقه مش قادر ما علقش على بطوله، بس مش هستعجل، هستنى على دوري الابطال لانه نتائج محتاجه مننا كلام كتير. حلقه جايه ان شاء الله مع بلال محسن واحمد مصطفى يشرفونا، ونكون دخلنا او رجعنا تاني لملف دوري ابطال افريقيا، نتكلم على نتائج الفرق المنافسه، والحقيقه النسخه دي ظهرت فيها مفاجات، واعتقد انه ما زال في البقيه مفاجات اخرى. في رهان بس انا قلت له باريس هيصعد مع بروسيا وقال لي باريس صعد مع احنا ايدي هاو خذلني، يعني ايدي هاو مع نيوكاسل انا راهنت عليه وكان عنده مواجهه سهله قوي في المباراه دي. يعني الخبرات تتحكم في المباراه. لا ثواني بس عشان احنا الخبرات تتحكم، الرهانات خلي بالك خلي بالك، هي ماشيه التقيل لسه ما جاش. بشكركم شكرا جزيلا بلال محسن احمد مصطفى كانوا ضيوف النهارده في السادسه، كل الشكر ليكم على وجودكم معانا، وان شاء الله نرجع تشامبيونز ليج افريقيا وتشامبيونز ليج اوروبا ان شاء الله بقى من بعد بطوله النخبه ان شاء الله، وبعد ما نحتفل بالبرونزيه يعني ان شاء الله. الحلقه الجايه تبقى معانا الميداليه في الاستوديو، وتبقى الميداليه الرابعه في تاريخ النادي الاهلي، ومباراه مهمه ان شاء الله نفوز بيها. ربنا يوفقنا ان شاء الله. بشكركم على المتابعه، تحياتي ليكم.